قامت عليها الحكومة ينجم تكون معناتها هي اللبنة الأولى في إطار المشروع الاقتصادي والاجتماعي اللي باش تنفذه الحكومة الجديدة. نذكروا فقط أنه السيد هشام المشيشي يقال أنه باش يحاول يكون في تواصل وانسجام مع مخرجات الحكومة المستقلة، لكن حبوا نعرفوا هوني أي تأثير لاستقالة السيد ياسر الفخفاخ على دعم المانحين لنا كالنقد، صندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي ولا غيره. اليوم يقولون كان فما وفد نتاع الفمي في تونس وقت اللي تمت الاستقاله والتعيين الجديد، وهذا اثر سلبا ولو نجحتم في تعبئه الموارد الكافيه لسنه 2020 تقريبا فما تاثير على المانحين. بتبيع باش يكون فما تاثير. هو هي بصفه عامه حتى احنا في المجلس الوزاري الاخير اللي ترأسه السيد رئيس الحكومه سي ياسر الفخفاخ قلنا اللي عملنا قراءه لما معنى القانوني لحكومه تصريف الاعمال، توافقنا وفما حتى استشاره صارت قديمه نتاع المحكمه الاداريه اللي تقول اللي حكومه تصريف عمل هي حكومه كي الحكومات الكل، ولكن التعهدات الماليه معناتها ما نجموش اليوم نصحوا اتفاقات ولا نجموا نصحوا معناتها اتفاقيات جديده مع مانحين اللي تنجم تنجاجي الحكومه على اساس ماليه. دونك اليوم اي حكومه تصريف عمل ما تنجمش توقع مع صندوق النقد الدولي ولا اي مؤسسه تقريب مانحه، دونك باش تخلق بالطبيعه باش تخلق تقريب تاخر على هذا المستوى، ولكن نجموا نتفاديوه. انا ديما نحب نطمئن التونس على هذا المستوى، صحيح باش تخلق تاخر، صحيح باش تعكر شويه الامور، لكن الدوله التونسيه فيها اداره والملفات هذوما جاهزين والمفاوضات مقدمين فيهم برشا، وكان الحكومه جديده ماهيش تكون في قطيعه الامور تنجم معناتها تمشي بسرعه ايضا. لكن السيد ياسر الفخفاخ يحذر التونس، قال تونس على حافه الافلاس، انت تطمنوا رئيسكم ممكن يهدد. لا 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 نطمئن على في الملفات اللي تحدثنا عليهم على الشهاري على معناتها وضع. انا قلت هذه اخطر ازمه اقتصاديه باش تعرفها تونس وعرفها العالم، وتونس كان باش تواصل على نفس المنوال التنميه في حافه بالطبيعه الافلاس وتنجم دخلت لها تنجم الوضع يزيد يتعكر. لكن انا نقول ديما